الخير على الجميع، السادة الإعلاميين والإعلاميات، الحضور، أعضاء سامسونج، نرحب فيكم. طبعاً اليوم نتواجد في أكبر وأهم معارض مجموعة المتبول المتحدة، نتواجد في المعرض الرئيسي اللي تم إعادة هيكلته من جديد وترتيب أجهزته، فأهلاً وسهلاً بكم. الآن راح أترككم مع الكلمة الأولى والترحيبية لأحد أسباب نجاح هذه المجموعة وقائدها المهندس عدنان المتبولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المتبولي المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سعادة الأستاذ عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية، سعادة مدير عام سامسونج سيد جي سي بارك، الأخوان الأفاضل، الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أتقدم بجزيل الشكر لكم جميعا لحضوركم افتتاح أحد معارضنا، هو المعرض الرئيسي في المنطقة الغربية في مدينة جدة، والذي سوف تكون جميع المعارض على مستوى المملكة على نفس التصاميم الموحدة والمتناسقة مع أنظمة سامسونج. تعتبر شراكتنا مع سامسونج شراكة استراتيجية طويلة المدى بفضل الله وتوفيقه، ومستمرة على الأعوام السابقة، حيث تلخص نجاحاتنا مع سامسونج في إبداع الشركة في صناعات منتجات عالية التقنية، سوف تتعرفون عليها بإذن الله خلال زيارتكم لمعرضنا في هذه الليلة المباركة. وفي هذا اليوم المبارك سوف تشاهدون العديد من المنتجات بمفهوم وبأسلوب عصري، وسوف تشاهدون التطبيقات التي تتناسب واحتياجات المستهلك. لا أريد أن أطيل عليكم، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا طبعا في الحضور أحد أهم الشخصيات الداعمة للتجارة والصناعة لرجال وسيدات الأعمال بجدة. نتشرف الآن بكلمة من سعادة الأستاذ عدنان بن حسين مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقال إن الصعود إلى القمة سهل، ولكن المحافظة على البقاء على القمة هو اللي فيه التحديات وفيه الصعوبة. مرور 60 عاما على شركة المتبولي اليوم في سوق يمتاز بالمنافسة الحادة، أنا أعتبره من التحديات. وخلال العقدين الماضية وبشراكة استراتيجية مع شركة سامسونج والاستحواذ على أكثر من 35% من السوق أيضا من التحديات. وتشرفت من فترة بسيطة بافتتاح فرع الريد سي مول، والآن بتشرف أيضا وتتاح لي الفرصة أن أتواجد اليوم لافتتاح الفرع الرئيسي. وهذا الشيء ينم عن رؤية للإدارة، فالتغيير مطلوب والتحديات تفرض علينا أن نتعامل مع التغيير بكل إيجابية، لأن توقعات العملاء دائما عالية، فمتى ما تقاعست الشركات عن العمل على تلبية تطلعات وأماني الزبائن أو العملاء يمكن حيختل موقعها في سوق يتنافس فيه المتنافسون. 29 فرع ما شاء الله، و5 فروع كمان في الطريق، 50 شاب سعودي. وبيكلمني الأستاذ عدنان عن حزمة الحوافز التي منحوها للشباب السعودي للعمل في المجال الفني والتقني ليتنافسوا مع الإداريين. أعتقد هذه من الخطوات التي تحسب لشركتكم أستاذ عدنان، وأيضا للإدارة، إدارة سامسونج. شبابنا السعودي حقيقة لا تنقصه أي حاجة،
يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى الاحتضان، وأثبتوا علو كعبهم في جميع المحافل بكل أمانة. وتجربتكم في استقطاب هذا العدد والتوسع أعتقد هتكون حافز جيد أيضا للشركات الأخرى. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا في بلادنا هذه الأمن والأمان. ونحن من كم يوم احتفلنا باليوم الوطني المجيد لهذه البلاد، فنسأل الله عز وجل الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين والسعادة لجميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد. شكرا لكم على إتاحة الفرصة دي للتواجد. Thank you, Your Excellency, for this opportunity and good luck, all of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرصة لنا، أشكر القائمين على الشركة. الحقيقة أنا يعني سعيد كل السعادة بما شفته من عرض مبهر وإمكانيات عالية تدل دلالة كبيرة على مهنية الشركة والقائمين عليها. أسأل الله التوفيق لكم جميعا ودوام النجاح بإذن الله دائما وابدا. شكرا لكم. طبعا هذا افتتاح المعرض الرئيسي لمنتجات سامسونج في منطقة جدة، وإن شاء الله نكمله بعدة معارض على مستوى المملكة. والسبب الرئيسي هو عرض جميع منتجات سامسونج. سامسونج تملك منتجات عريضة المدى، فمن ناحية العرض البروفيشنال والاحترافي بدأنا في معرض ريد سي مول، والآن هذا المعرض الآخر، وإن شاء الله بالخطة فيه حيكون عندنا معارض في الرياض والدمام وجميع مناطق المملكة.